السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في صحة وسعادة. في الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هنكمل الداشبورد اللي بدأناه في الفيديوهين اللي فاتوا، وفي اخر الفيديو هنبص على طريقة تانية ممكن نبني بيها الداشبورد او التشارتس بتاعتنا حسب ايه الديسيجن اللي احنا محتاجين ناخده او ايه المسج اللي احنا حابين نوصلها. في نهاية الفيديو اللي فات كنا وصلنا عند التشارت بتاعت الكلاينت، وقلنا ان احنا هنبني 3 تشارتس كمان، واحدة للسيلز بيرسون والسيلز تايب واليونتس. فخلينا نبدأ بالتشارت بتاعت السيلز بيرسون. هنروح على اي بيفت احنا كنا عاملينه قبل كده وناخد منه كوبي، كليك يمين على الشيت، موف اور كوبي، ونعلم على كرييت كوبي وندوس اوكي. وخلينا نغير اسم الشيت دي ونسميها سيلز بيرسون. نفس الكلام نروح على بيفت تيبل انالايز ونغير اسم البيفت سيلز بيرسون، ونشيل من الروز البرودكت ونحط بدلها السيلز بيرسون كولم. اوكي، ليفت كليك على التشارت ونروح على الديزاين. خلينا نغير التشارت دي، اختار ستايل 4، خلينا نروح على الفورمات، نشيل الشيب فيل، خلينه فيل، ونشيل الاوت لاين، نشيل الجريد لاينز دي برضو، ليفت كليك ديليت، خلينا نرفع الليجند فوق على الشمال، واحنا لسه معلمين على الليجند نشيل الفيل من الليجند برضو. خلينا نغير اسم التايتل سيلز بيرسون، كنترول سي، ونرجع على الداشبورد كنترول في، واحنا نرجع تاني على الفورمات. خلينا نعمل تكست فيل وايت، نصغره شوية، وخلينا نغير الكالر بتاع فيب، ليفت كليك فورمات شيب فيل، ونخليه اللايت كالر بتاعنا، والجان ليفت كليك شيب فيل، ونخليه الدارك كالر، نكبر دي شوية. وخلينا برضو نشيل الاوت لاين هنا، ليفت كليك، بعد كده رايت كليك، فورمات داتا سيريز، ونروح على فيل ان لاين والبوردر، خلينا نعملها نو لاين، ليفت كليك على اي رقم، كليك يمين فورمات داتا ليبل، وخلينا نعملها اوتسايد اند، نفس الكلام بالنسبه للفيجرز بتاعت فيب، اوتسايد اند، ودي التشارت بتاعت السيلز بيرسون. خلينا نعمل التو اذر تشارتس وبعد كده نرجع نعمل الفورماتنج كل مره واحده. بعد السيلز بيرسون نعمل التشارت بتاعت السيلز تايب. خلينا نروح على البيفت بتاع الكلاينت، رايت كليك، كوبي، كرييت كوبي، اوكي، ونغير اسمه برضو، خليه سيلز تايب، نفس الكلام بالنسبة للبيفت نيم سيلز تايب. طبعا تغيير اسم الشيت والبيفت تيبل نيم مش ضروري علشان الداشبورد، بس هو علشان لو اي حد تاني بيستعمل الشيت بتاعتك بعد كده يبقى فاهم ايه الغرض من كل بيفت بالظبط. نروح على الفيلد ليست ونشيل من هنا الكلاينت من الروز ونحط بدلها السيلز تايب، نغير التايتل، سيلز تايب، ونروح على ديزاين، تشينج تشارت تايب، ونروح على التمبلتس،
ونختار التمبلت بتاعنا، بعد كده كنترول سي ونرجع على الداشبورد كنترول في. خلينا نعمل اخر تشارت بتاعت اليونتس، كليك يمين على اي بيفت وناخد منه كوبي، نسمي ده يونتس، نغير اسم البيفت برضو نسميه يونتس، وخلينا نشيل الاماونت من الفاليو ونحط بدلها اليونتس، ونشيل البرودكت من الروز، وده هيديني التوتال يونتس اللي اتباعت regardless of which city او which business line. بس طبعا لما اختار فلتر هيديني يونت الخاصة بالفلتر ده بس، فخلينا نغير التايتل يونتس سولد ديزاين تشينج chart تايب، ونروح على التمبلت ونختار التمبلت بتاعنا اوكي كنترول سي، ونرجع على الداشبورد كنترول في. خلينا نغير الفورماتنج بتاع النمبرز، ممكن نعمله من البيفت نفسه، نعلم على الفيجرز كلها كوبا ستايل، لو علمنا على الرقم هنا عملنا كليك يمين فورمات داتا ليبلز، ممكن نغير من هنا الكاتيجوري بتاع الفورماتنج اللي احنا عايزينه نمبرز، نقلل ديسمال بليسز ونسيب السيبريتور وندوس انتر. دلوقتي احنا عندنا 8 تشارتس عايزين نحطهم في مساحة الداشبورد عندنا، فخلينا نظبط شوية الفورماتنج، of this and that and this and that and this. خلينا ن insert shape من الأول، ناخد منه copy، محتاج يظهر شوية اوكي، ونحط هنا الـ revenue per country chart، والـ revenue per city، كوبي ليهم هما الاثنين، كليك يمين bring to front، بعدين match it مع شارت نفس الكلام بالنسبة للريفينيو بير سيتي، خلينا ناخد كوبي تاني من ال شيب هذي ده عريض شوية، ونحط هنا الكولوم شارتس سيلز بيرسنت برينج فرونت و البرودكتس،
هظبط السيلز بيرسون برضو. ناخد كوبي تاني من الشيب المرة دي. سنت باك. انا الصراحة يا شباب ما كانش عندي فورماتنج معين في دماغي، يعني انا بس ايه وانا شغال على الداشبورد بحاول اعمل فورمات يكون شكله ظريف. نحط هنا كل سوري نحط هنا كل الباي تشارتس كلاينت. البيزنس لاين والسيلز تايب نعلم عليهم كلهم ونروح على الشيب فورمات ونحاول نغير الهايت والويد بحيث ان هما اطلعني شوية لفوق. حاجة ظريفة كمان لو حابب ان انت تحرك كذا حاجة مع بعض، لو عملت كوبي لكل الاشكال ودوست رايت كليك جروب هتقدر بعد كده تحرك كله على اساس ان هو شكل واحد. فاضل عندنا اليونت سولد. خلينا نحاول نكبر دي شوية وندخل يونت سولت معانا. شيل توتال دي مش محتاجينها. نحط مثلا السيلز تايب هنا. خلينا نغير الشارت تايب عشان يبقى ماشي اكتر مع
مش حابب أضيع وقتكم كتير في الفورماتنج عشان مش ده الهدف أصلا من الداشبورد دي. الهدف منها بس إن أنا كنت أعرفكوا إيه التولز اللي أنتم محتاجين تعرفوها عشان تربطوا التشارتس ببعضها، وإزاي تفكروا في اختيار التشارت المناسبة لكل داتا تايب. ومن هنا اختار البرودكت، لاحظت إن البرودكت الديزاين بتاعها مختلف عن دي، ورحنا لديزاين تشينج تشارت فورمات، نروح على التمبلتس نختار التشارت بتاعتنا. دلوقتي بقى اتنين زي بعض ودول زي بعض. وطبعا هنا لو انت اخترت اي سيتي كايرو فور اكزامبل، كل التشارتس هتتغير معاك، هيدي لك في كايرو كل كلاينت النسبة بتاعته قد ايه، كل بيزنس لاين عندنا النسبة بتاعته من الريفينيو قد ايه، بعنا كام يونت في جانو وفيب. لو اخترت مدينة تانية الداتا بتاعتها هتجيلك نفس الكلام. لو عايز تفلتر اي بيزنس لاين هتشوف كل الداتا بتاعته، كل برودكت بعنا قد ايه، الريفينيو بتاع كل كونتري، الريفينيو بتاع كل سيتي، كل سيلز بيرسون عندنا باع قد ايه من البيزنس لاين ده او من البرودكت ده. ودي تقريبا الفكرة الأساسية اللي بيبني بيها الداشبوردز. اللي حابب أقوله هنا إن في عشرات إن لم يكن مئات من الطرق اللي ممكن تبني بيها الداشبورد. قبل ما تبني الداشبورد لازم يكون عندك إجابة لكل الأسئلة دي. إيه الأوتبوت اللي أنا عايز أوصله في الآخر؟ مين اليوزرز اللي هيشوفوا الداشبورد بتاعتي وهيستخدموها في إيه؟ وبناء على إجابة الأسئلة دي هتقدر تحدد what kind of dashboards you will build, what kind of data you will need, and what kind of charts it will include. طبعا الداشبورد اللي احنا بنيناها دي هتبقى مفيدة للمونث اوفر مونث اناليسيس، لو احنا محتاجين نقارن البرفورمانس بتاع الشهر ده بالشهر اللي فات، او مثلا الاكشوال فيرسس بادجت. بس what if we want to see the trend مش الـ variance analysis؟ خلينا ناخد كوبي من الداشبورد وأوريكوا طريقة تانية ممكن نبص بيها للداتا بتاعتنا. اعمل هايد لكل البيفتس دي، هايد، وخلينا نعمل بيفت جديد زي ما احنا عارفين، نقف في أي مكان في التيبل ونروح على insert pivot table وندوس اوكي. خلينا نحط المانث في الروز، نحط الاماونت في الفاليو، ونغير الفورماتنج بتاع النمبرز بتاعنا، سيلكت اول، كليك يمين، نمبر فورمات، ونروح على الكاستم ونختار الفورمات اللي احنا عملناه قبل كده، وخلينا نعمل بيفت شارت. اختار لاين المره دي وندوس اوكي. روح على الديزاين، خلينا نختار this one، clean a little bit، hide all fields، remove the total، نغير التايتل revenue، شيل red line ونخليها، نخلي البوزيشن بتاعها بيلو. خلينا نروح على الفورمات ونشيل الفعل، كنترول سي، ونروح على الداشبورد الجديدة وندوس كنترول. خلينا نشيل التشارتس دي، خلينا نربط السلايسر بالبيفت الجديد.
ودلوقتي نقدر نشوف الترند بتاع الريفينيو بدل ما كنا بنشوفه جان فيرسس فيب او نختار مثلا مارش فيرسس ابريل، دلوقتي نقدر نشوف الترند بتاع السنة كلها عامل ازاي. ونفس الكلام برضو لو غيرنا اي فلتر بتاع برودكت معين او سيتي معينة او حتى مالتيبل فلترز، نختار سيتي وبرودكت وكلاينت معين، هيدينا الترند بتاعه. And you get the idea. طبعا ممكن تعمل كذا تشارت من ده، تعمل تشارت لليونتس، يعني لو خدنا كوبي هنا ورحنا على شلنا الاماونت وحطينا بدلها اليونتس، خد كوبي من التشارت دي ورجعها هنا، هيبقى عندك نفس التشارت بتدي لك عدد اليونتس. وطبعا برضو لو غيرت السيتي او البرودكت التشارتس هتتغير معاك. فبس حبيت اوريكم ان في كذا طريقة انت ممكن تبص بيها للداتا حسب انت عايز تشوف ايه. في الداشبورد دي، طبعا الداشبورد دي باظت خلاص بس ما تشغلوش بالكم. تمام، في الداشبورد دي احنا كنا مهتمين اكتر ان احنا نشوف الفارينس اناليسز مانث اوفر مانث، انما في الداشبورد دي احنا مهتمين اكتر ان احنا نشوف الترند. ودي كانت نهاية الفيديو الثالث ونهاية السلسلة بتاعة الداشبورد. طبعا زي ما قلت لكم في طرق كتيرة ممكن تبني بيها الداشبورد، دي واحدة منهم. في نهاية الفيديو لو عندكم اي سؤال او استفسار سيبوه في الكومنتس تحت وانا هرد عليكم. واشوفكم ان شاء الله فيديوهات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.